الجزء اللي تم اعلانه عن عدد الوفود اللي بتسعى للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين والعرب اللي مؤمنين بقدره دوله 3/7 على تجاوز هذا المشهد التاريخي، انقلني شويه جزء من مظاهر يعني الاحتفاء بهذا الحضور. اولا تحياتي لك ولقناه القاهره والناس ولجمهور القاهرة والناس وجمهور مصر عامة. اللي بيحصل دلوقتي طبعا أنا بسميها مبادرة شجاعة من أستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبادرة مواجهة مع كل من تطاول على مصر أو كل من قام بفعاليات ضد مصر في الخفاء، فهو بيواجه كل ده دلوقتي. المصريين وحقوق المصريين ككل في كل ولايه موجوده في الولايات المتحده كلهم بيؤيدوا دوله مصر الجديده، كلهم بيؤيدوا رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعملنا كذا مؤتمر وعشان نوحد كلمة كل المصريين في الولايات المتحدة لمواجهة الإعلام الأمريكي والسياسة الأمريكية التي بكل أسف يعني وبكل جهد واقفة وراء المنظمة الإرهابية العالمية. في أموال كثيرة جدا جاية من قطر بيحاولوا خاصة في منطقة نيويورك ونيوجيرسي وديترويت انهم يحاولوا يعملوا نفس الشيء اللي بيعملوه مع اطفال الشوارع في مصر، انهم يجوا شاب ملوش اي دخل ولا حاجة ويديله 1000 جنيه في اليوم علشان يروح يحرق حاجة ولا يحط قنبلة في حتة. بيستعملوا من المال ويستغلوا فقر المصريين علشان يخربوا دولة مصر دي. ولكن الاجتماعات طبعا اللحظة جت مختلفة صح؟ المشهد جه مختلف. طبعا. وبعدين يعني الاجتماعات اللي بيعملها الدكتور رجيب وبكل اسف في ناس بيقولوا ازاي بيجتمع كل الخبراء الامريكان وازاي بيجتمع بحد زي مارلين اولبرايت وبيجتمع بكيسنجر وبيجتمع الناس اللي بينتقدوا هذا الاجتماع هم ضعفاء النفوس. وبعدين جحد بيستغلوا الجحد اللي عند الناس يقولوا الناس دول كانوا بيخططوا لتقسيم مصر. طب انا لما اواجه الناس دول واقنعهم بدوله مصر بالارهاب اللي بيدور وان اصل الارهاب اللي هم بيحاربوه هو المنظمه الارهابيه بتاعت الاخوان، ان الاساس هو الفكر التكفيري بتاع سيد قطب، ده مصدر القاعده واساس كل ده. ده مصدر قوه بالتاكيد. طبعا ده مصدر قوه. انا بشكرك وهنتابع مع حضرتك اسمح لنا من وقت للتاني مستجدات المشهد واستقبال المصريين يعني كل الأنشطة اللي الرئيس المصري هيقوم بيها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان محمود أبيل. اسمحوا لي أنا قلت اثنين وفي البداية قلت عندي ثلاث صور حاكمة للمشهد أنا مش ناسية، بس المشهد الثالث هبدأ بيه فورا بعد الفاصل.